الانسجام ما بين القوة والليونة، الفوفينام فيت فوداو، السرعة القصوى، المقاومة والدقة. محمد جواج الأب الروحي للفوفينام فيت فوداو الجزائري. قلت لي مقبلة في الكوليس، قلت لي أنا نقدر نقول ذركا صح عندي أبطال عالم. فعلا عندي أبطال عالم ومستعدين يتحداو، مستعدين يتحداو أبطال العالم الآخرين قادرين باش يشرفوا الجزائر، وسيكون إن شاء الله هناك عرس كبير في الجزائر. كيف كون أبطال عالميين واتحادية مستقلة للعبة؟ أسرار يكشفها لأول مرة محمد جواج هذا السبت على درب الأبطال. هذا البرنامج برعاية رامي. رامي جودة تستحق الثقة.